رح نختم بخبر عن فيديو انتشر على تويتر وحصد أكثر من 22 مليون مشاهدة في وقت قصير جدا. هذا الفيديو التقطه شخص كان ذاهب إلى الشاطئ وهناك لاحظ منظر غريب جدا لطائر ضخم بيحلق فوق شاطئ كارولينا الجنوبية، وهو يلتقط بمخالبه سمكة كبيرة تشبه القرش. هنا نشاهد الطائر الذي من المرجح أنه يكون منتمي لفصيلة الأوسبري أو العقاب النساري، وهو يحمل السمكة واللي اختلف الناس على تصنيفها. طبعاً عندما تم نشر الفيديو حدث تفاعل كبير جداً بين المغردين اللي توقعوا نوع الطائر والسمكة، ولكن الكثير استبعد أن تكون السمكة قرش. لكن بغض النظر، هذا المقطع وغيره من المقاطع توضح براعة طائر الأوسبري في صيد الأسماك حتى لو كانت هذه الأسماك لها وزن ثقيل جداً.